نحن نعيش في عالم فيه حالة من عدم التيقن uncertainty يتشكل من أجل خلق نظام عالمي جديد. العالم العربي يتلقى ردود فعل هذه الأحداث العظيمة، خاصة بعد ما يحدث في مسرح عمليات روسيا وأوكرانيا. السؤال الأول لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، كيف تقرأ هذا الحدث المهم وكيف تقرأ تداعياته علينا؟ شوف، ده حدث غير مسبوق من يمكن 50-60 سنة، ما شفناش حاجة بهذا الشكل، وحدث في غاية الخطورة لأنه بيهدد السلام والأمن العالمي، لأنه أي خطأ ممكن جداً يقود لحرب عالمية ثالثة. والعالم سبق له أنه وقع في خضم حرب عالمية أولى عن طريق الخطأ. هو عواقبه ليست الآن، نشهد الآن توتر فقط، لكن عواقبه ربما تظهر بوقف إطلاق النار، باستقرار الموقف العسكري. لا يبدو أن الموقف العسكري سوف يستقر قريبا. ناحية أخرى، هو محاولة لتغيير الوضع الدولي وليس النظام العالمي. الفرق يا فندم، أقول لك، الوضع الدولي هو أنه يكون عندك قطبين، واحد اسمه الاتحاد السوفيتي، واحد اسمه الكتلة الغربية أو الاتحاد أو الولايات المتحدة أو حلف الأطلسي. ده وضع دولي. النظام العالمي انبثق في يالطا في فبراير 45 على أساسها أنشئت الأمم المتحدة، أنشئت محكمة العدل الدولية، أنشئ صندوق النقد، أنشئ البنك الدولي، أنشئ المنظومة الدولية اللي هي بتحكم العالم اليوم. هذه المنظومة ما زالت موجودة، ويبقى هو ده النظام العالمي، نظام القانون العالمي اللي على أساسه في حاجة اسمها مجلس أمن، ما تغيرش ومش هيتغير إلا اللي هيتغير عشان الوقت، اللي هيتغير هو الوضع الدولي، بمعنى الاتحاد السوفيتي بينفجر في ديسمبر 91، فبيبقى في قوة عظمى واحدة، ده يمثل وضع الدولي، بتقعد 30 سنة هي المهيمنة، وبعدين بينبثق أو بيبزغ حاجة اسمها الصين، قوة صاعدة هائلة. الاتحاد الروسي موجود لكن مش بالوضعية بتاعة القوة العظمى اللي كانت في الثمانينات والسبعينات والخمسينات. فما نشهده هو تبلور لوضع دولي جديد، إما أنه هيقتصر على قوتين، إما هتنضم لهم قوة ثالثة اسمها الاتحاد الروسي. نفس السؤال لسيد الدكتور. شكراً أخي عماد. استكمال تفضل فيه مع الأخ أحمد. أنا أنظر إلى الوضع في أوكرانيا كمحطة هي بداية لمرحلة جديدة مختلفة تماماً. إذا شهدنا العالم خلال 100 عام الماضية، نجد أن هناك الحرب العالمية الأولى بدأت كمعارك عسكرية، ولكن كان هناك اتفاقية سايكس بيكو، ومن ثم تم إعادة تشكيل العالم بشكل مختلف. ثم في ثلاثينيات من القرن الماضي وقعت الحرب العالمية الثانية، أيضاً كانت محطة لتهيئة المشهد العالمي لنظام جديد اللي أشار له مع الأخ أحمد، كان من ضمنها قيام هيئة الأمم المتحدة. ثم بدأت فترة ما يعرف بالحرب الباردة ما بين القطبين، كان هناك حلف الناتو، كان هناك حلف وارسو، كان هناك المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وكانت هذه فترة انتهت رسمياً في 91 بانهيار الاتحاد السوفيتي، وطبعاً قبله كان سقوط جدار برلين. وأيضاً من انهيار الاتحاد السوفيتي في 91، طبعاً
حرب تحرير الكويت، التداعيات اللي تمت في كل المشهد العربي بنفس الوقت. كان هناك تجاذبات خلال 30 سنة الماضية. هل نحن نعيش في مرحلة القطب الأحادي؟ هل نحن نعيش في مرحلة التعددية التحالفات؟ ما هو الشكل الذي يحكم العالم؟ هل هي منافسة عسكرية؟ هل هي منافسة معلوماتية؟ هل هي منافسة يعني اقتصادية؟ يعني معليك شايف أن احنا عندنا أسئلة أكثر من إجابات الآن؟ يعني احنا في مرحلة سيولة، عدم تيقن بتتشكل؟ نعم، فبالتالي ما نشاهد اليوم أبعد ما يكون من صراع الحدود هو صراع نفوذ. هذه مرحلة سيعقبها تشكل جديد لمشهد عالمي. إلى الآن نحن في مثل هذه المنصة نحاول أن نفهم ما هي هذه التداعيات وكيف ستؤثر. ما هو أهم من ما نشاهده في محطات التلفزة من المعارك والحركات العسكرية هي التداعيات على كافة مناحي الحياة في كل مكان في العالم، اقتصادية، سياسية، استراتيجية، معلوماتية. هذه اليوم سنشهد غذائية أيضاً، سنشهد تداعياتها أعتقد على بداية الصيف، ومن ثم نبدأ نشهد المشهد. سيدي لو حضرتك في غرفة مغلقة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والسؤال المطروح ماذا نفعل إزاء هذا الوضع الذي نشهده في العالم الآن، تنصحهم أنت شخصياً بإيه؟ أنا بعتقد بكون مستعد لكل الاحتمالات. يجب أن لا تكون هذه محطة أو مرحلة تشكل فيها مشهد جديد في العالم بدون أن يكون لدينا 3 أمور أساسية: قراءة متمعنة للأحداث وتداعياتها، محاولة استقراء جماعية لما هي المخرجات، وإيجاد خطة للتعامل مع كافة الاحتمالات أيا كانت. أعتقد نحن اليوم نتأثر ليس فقط منطقة مجلس التعاون، ولكن العالم كله راح يتأثر سلبا وإيجابا. وبالتالي أصبحنا اليوم في مرحلة كنا نتوقع بعد الجائحة أن يكون العالم أكثر تطلعا لمستقبل جديد أخذا في الحسبان الجائحة وصعوبتها التي تعرض لها العالم. ولكن المشهد في أوكرانيا، يمكن سمعنا اليوم في بعض الجلسات الصباحية، المشهد في أوكرانيا هو نقطة انطلاق، ومثل ما ذكرت هو ليست مسألة حدود، هي مسألة نفوذ. ونعتقد سنستمر ولن تنتهي بيوم وليلة. صح. معالي الأمين العام، لو حضرتك في قمة عربية في جلسة مغلقة، بماذا تنصح أشقائك الزعماء العرب لمواجهة تداعيات ما يحدث في العالم الآن؟ يعني أحد الأهداف المباشرة ينبغي أن يكون التوصل إلى تهدئة للوضع، تحقيق الاستقرار في العلاقة الأوكرانية الروسية والروسية الغربية، لأنه في غياب التهدئة والاستقرار العالم العربي يمكن أن يتعرض دائما لضغوط شديدة جدا. الكثير من القضايا العربية قد تفقد طريقها إذا استمر هذا النزاع أو هذا الوضع المحتدم بين الغرب وروسيا. لا يجب أن يفوتنا أنه مجلس الأمن أصبح مشلول وغير قادر، ولن يكون قادر لفترة طويلة في ممارسة مهامه الدولية ومسؤوليته عن الأمن والسلم الدوليين. فالدول العربية تتعرض للكثير من الضغوط، وبالتالي لكي لا نتعرض كعرب لهذه الضغوط علينا أن احنا نحقق الاستقرار والتهدئة في الوضع. معالي أمين مجلس التعاون، السؤال الأول، تعتقد أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة سيتم توقيعه قريبا، وصبيحة اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق،
ماذا يكون موقف دول الخليج من صبيحة اليوم التالي؟ وغالبا هو الاتفاق السابق، يعني ما فيش أي بنود جديدة ولا في أي لينكج ربط ما بين مسلكية إيران في المنطقة والاتفاق النووي. لا زالت التقارير متضاربة عن مدى قرب الوصول إلى الأطراف في فيينا إلى اتفاق من عدم. هناك من يقول أصبحت وشيكة، وهناك من يقول خلاف ذلك، ولكن في كل الأحوال نحن لا نتحدث عن إذا ما تم الاتفاق، نحن نتحدث عن عند توقيع الاتفاق نحن نراه بشكل واضح، انطلاقا من 2015 عندما رحب مجلس التعاون بالتوصل إلى هذا الاتفاق، رقم ملاحظات و الموقف المبرر لدول مجلس التعاون أن هذا الاتفاق أهمل في 2015 أهمل كثير من التساؤلات المشروعة والتي كنا نقف بشكل واضح وعبرنا عنها حتى في استئناف المفاوضات في فيينا، أن القوة النووية لإيران يجب أن لا تكون على حساب دول مجلس التعاون، يجب أن لا تكون على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب أن لا تكون المباحثات في فيينا مقتصرة فقط على الملف النووي، يجب أن تشمل سلوك إيران المزعزع في لكن المنطقة. هو مش هيكون في حديث عن سلوك إيران، سنستيقظ صباحا على توقيع اتفاق إذا تم توقيعه، يتم الإفراج التدريجي عن الأرصدة، إيران كما علمتنا في التجربة السابقة تنشط بأزرعها ووكلائها وتستخدم المال الذي يتم الإفراج عنه لزيادة النشاط التخريبي في المنطقة. هذا هو السؤال لسيادة الأمين العام، ماذا نفعل كعرب؟ ما هو المجتمع الدولي ممثلاً في 5+1 حيوافقوا؟ هل حيقدروا يحطوا هذا الاتفاق أمام مجلس الأمن؟ هيبقى الكثير على وجهة النظر الروسية، لأن روسيا لديها فيتو وبالتالي تستطيع أنها تعرقل هذا الموضوع مجرد إغاظة للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة حالياً تلهث وراء عقد هذا الاتفاق، لأن الولايات المتحدة عندها مشكلة أساسية. أوروبا ولعت، وهناك تحرك أمريكي مضى عليه 10 سنوات للانتقال إلى المحيط الهادي والإعداد المسرح لمواجهة الصين، فعاوزة تخلص من هذا الملف النووي الإيراني. مشكلة الملف النووي الإيراني بالإضافة للي قاله سيادة الأمين العام الحجرف، أنه مش بس الأداء الإيراني والصواريخ الإيرانية الباليستية وبالتالي ممكن أضيف لك حاجة كمان، الحرس الثوري يا سيدي. الحل أتصور هو أنه يكون هناك ضغط عربي حقيقي فعال لإقناع العالم بإقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في كامل أرجاء الشرق الأوسط، وبهذا نغطي كمان مسألة النووي الإسرائيلي، لأن إحنا كعرب مهددين من ناحيتين. إسرائيل من ناحية لديها قدرة نووية مؤكدة وصواريخ مؤكدة، وإيران لديها صواريخ واتهام لها بأنها تسعى للحصول على قدرة نووية. الاتفاق ده يعيبه أنه مؤقت، بمعنى هو مش اتفاق مفتوح بيلغي القدرة النووية العسكرية الإيرانية، هو بيحددها بعدد من السنوات إيران تتصرف فيها التزاماً تجاه 5+1. أرجوكم تكرهونيش أنتوا الاثنين علشان الوقت دائماً بتدخل، معلش. سيدي، ما حادث
أو ما هو حادث الآن إنه برميل النفط ما بين 119 ووصل 140. قد يبدو للوهلة الأولى إن ده خير للدول المنتجة للنفط وضرر للدول المستوردة أو المستهلكة له. أولاً حضرتك خبير مالي بخلفيتك كوزير مالية، فبعض الناس يعتقدون إن ده فيه خير. لا، 140 أو إنه يوصل لأنفوردبل برايس، هذا خطر على السلعة نفسها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل فكرتم في مجلس التعاون إن الدول اللي فاتورتها تضاعفت ثلاث مرات، وهي بالذات من دول العالم العربي، إن يكون في تفكير في لقاء مقبل لدول مجلس التعاون لصندوق أو وسيلة دعم لهذه الدول التي تضررت، لأن في اقتصادات دول هتدخل على مرحلة الانهيار؟ التاريخ سيشهد دائما بأن السياسة النفطية لدول مجلس التعاون كان دائما سياسة متوازنة، حافظت على حقوق المنتج والمستهلك في نفس الوقت، بل وعملت على استقرار أسواق الطاقة في أشد الظروف. ولعل اتفاق أوبك بلس هو الذي يثبت هذه السياسة. صباح اليوم كان هناك جلسة نقاشية، وكان مشارك فيها سمو الأمير عبد العزيز سلمان وزير الطاقة في المملكة، ومع الأخ سهيل مزروعي وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا برجع اللي تفضل فيه سمو الأمير، أن دول مجلس التعاون قامت بكل ما يجب عليها القيام فيه، ونحن ننتظر الآخرين أن يقومون بما هو مطلوب منهم القيام فيه. السؤال اللي جاي حضطر أروح أبقى جنب حضراتكم، لأنه أبقى تحت قبضة، لأنه أنا حأسير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أبقى تحت قبضة إيده عشان ينتقم مني إذا سألته. السؤال يا سيدي بصراحة وإجابة مباشرة، أرجوك، أنت ملك الدبلوماسية، يعني بقالك أكثر من نصف قرن في هذا الموضوع، هل فكرة ضرورة الإجماع العربي في هذا الزمن الصعب اللي لازم كل قرار يتخذ بالإجماع لازم تتلغي، ولا تفضل موجودة زي ما هي؟ لأن في قرارات مصيرية يتعين على العرب أنهم يخلوها. الرد سهل جدا. الجامعة العربية عملت تعديل من 2005 بيقول أنه يحق التصويت على قضايا هامة بأغلبية الثلثين، ولكن نحن دائما نسعى ونفضل إلى التوافق. للتوافق حتى لا يكون هناك يعني احتدام. ومع ذلك التوافق هو مش كامل الإجماع، هو يستطيع دولة أو اثنين أو ثلاثة أنهم يعلنوا تحفظهم ويبلغوا كتابة. هي الموضوع مش كده عماد، الموضوع هو هل لدينا إرادة؟ عماد، هل عماد كده حاف مفيش أستاذ عماد، دكتور عماد؟ لا لا، أنت دكتور على يعني، لكن عشان أصدقاء. ربنا يخليك. هي المسألة هي الإرادة، هل لدينا إرادة في تحديد اختيار ما والمضي في الطريق مهما كانت العواقب أم لا؟ هو ده الإرادة، قدرتنا على فرض وجهة نظرنا، إرادتنا. أنت بتكلم كنت مع سيادة الأمين العام على البترول، أنا بقول لك في موضوع آخر في غاية الحساسية، موضوع أسعار الغذاء. وبالتالي العالم العربي اليوم عليه أنه يفكر في آلية لشراء الغذاء الجماعي وتوزيعه، على بمعنى أنه العراق بياخد قمح، ومصر بتاخد قمح، ولبنان بياخد قمح، وليبيا بتاخد قمح، وتونس بتاخد قمح. طيب لماذا لا ننشئ آلية أنه نحن جميعا نتفاوض ككتلة؟ وليه؟ لأنه أوكرانيا هتخرج من التصدير مؤقتا، وروسيا تحت ضغط، فحنضطر نروح لهؤلاء اللي بيبيعوا بأسعار أعلى كثيرا منها. One minute، فاضل بالدقيقة أو الثانية. سيدي، دول مجلس التعاون الخليجي الآن تشعر إن هي بقت أكثر تقاربا بعد نهاية الخلاف القطري الخليجي، وتشعر إن هي قادرة الآن على اتخاذ قرارات مهمة فيما يختص بأمنها القومي وتنسيقها في المنطقة.
مجلس التعاون اليوم 41 عام، شهر 5 راح يحتفل بذكرى 42، قمة العلا والبيان اللي صدر فيها، وأيضا قمة الرياض، وكلا القمتين عقدتا في عام واحد، العلا في 5 يناير 2021 والرياض في 14 ديسمبر 2021، هي خارطة الطريق للمستقبل. مؤمنين بأن دور مجلس التعاون مهم جدا، ليس فقط للدول وأبنائه، ولكن أيضا كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا لدعم جهود جامعة الدول العربية.